يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم نظر المرأة للرجال الأجانب إذا كان بدون شهوة؟ وهل يستدل على ذلك بأن عائشة رضي الله عنها كانت تنظر إلى الأحباش وهم يلعبون بالحراب؟ نظر المرأة إلى الرجال غير المحارم إذا كان لحاجة وليس للشهوة، إنما هو لحاجة، لا مانع من ذلك. نعم.